يرحب عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ أتلعب الشطرنج؟ اسمعوا، رأيتم؟ إنه يقول نعم. أوه، لو كان هذا القرد آدميا لفاق أهل زماني. أيها الطواشي، اذهب إلى سيدتك وقل لها كلمي الملك حتى تحضر وتتفرج على هذا القرد العجيب. أمر مولاي. فذهب الطواشي وعاد، ومعه سيدته بنت الملك. فلما نظرت إلي غطت وجهها وقالت: أبي، كيف طاب على خاطرك أن ترسل إلي فيراني الرجال الأجانب؟ يا بنيتي، ما عندي سوى المملوك الصغير والطواشي الذي ربك وهذا القرد وأنا أبوك، فممن تغطين وجهك؟ يا أبتي، إن هذا القرد ابن ملك، واسم أبيه فيتيماروس صاحب جزائر الأبنوس، وهو مسحور سحره العفريت جرجريس الذي هو من درية إبليس، وقد قتل زوجته بنت ملك أفناموس. وهذا الذي تزعم أنه قرد إنما هو رجل عالم عاقل. حقا ما تقوله عنك ابنتي؟ إنه يقول نعم نعم. لكن يا ابنتي، من أين عرفت أنه مسحور؟ يا أبتي، كان عندي وأنا صغيرة عجوز ماكرة ساحرة علمتني صناعة السحر، وقد حفظته وأتقنته وعرفت 170 بابا من أبوابه، أقل باب منها أنقل به حجارة مدينتك خلف جبل قاف، وأجعلها بحرا وأجعل أهلها سمكا في وسطه. إذن بحق اسم الله عليك أن تخلصي لنا هذا حتى أجعله وزيري. وهل فيك هذه الفضيلة ولم أعلم بها من قبل؟ إذن يا ابنتي، خلصيه حتى أجعله وزيري، لأنه ظريف لبيب. حبا وكرامة يا أبتاه. ثم أخذت بيدها سكينا وعملت دائرة. يا أبتي، كان عندي وأنا صغيرة عجوز ماكرة ساحرة علمتني صناعة السحر، وقد حفظته وأتقنته وعرفت 170 بابا من أبوابه، أقل باب منها أنقل به حجارة مدينتك خلف جبل قاف، وأجعلها بحرا وأجعل أهلها سمكا في وسطه. إذن بحق اسم الله عليك أن تخلصي لنا هذا حتى أجعله وزيري. وهل فيك هذه الفضيلة ولم أعلم بها من قبل؟ إذن يا ابنتي، خلصيه حتى أجعله وزيري، لأنه ظريف لبيب. حبا وكرامة يا أبتاه. ثم أخذت بيدها سكينا وعملت دائرة. فبعد ساعة أظلمت علينا جهات القصر حتى ظننا أن الدنيا قد انطبقت علينا، وإذا بعفريت قد تدلى علينا في أقبح صفة، وهو بأيديك المداري ورجلينك الصواري وعينينك مشعلين يوقدان نارا.
فزعنا منه. فقالت بنت الملك: لا أهلا بك ولا سهلا يا خائنة، كيف خلت اليمين؟ أما تحالفنا على أنه لا يتعرض أحد للآخر؟ يا لعين، من أين لك يمين؟ خذي ما جاءك. فضربها وانقلب العفريت إلى صورة أسد، ثم فتح فاه وهجم على الصبية، فأسرعت وأخذت شعرة من شعرها بيدها وهمهمت بشفتيها، فصارت الشعرة سيفا ماضية، وضربت ذلك الأسد نصفين، فصارت رأسه عقربا، وانقلبت الصبية حية عظيمة، وهمهمت على هذا اللعين وهو في صفة عقرب، فتقاتل قتالا شديدا، ثم انقلب العفريت عقابا، فانقلبت الحية نسرة، وصارت وراء العقاب، واستمر ساعة زمنية، ثم انقلب العقاب قطا أسودا، فانقلبت الصبية ذئب، فتشاحنا في القصر ساعة زمنية، وتقاتلا قتالا شديدا، فرأى القط نفسه مغلوبا، فانقلب وصار رمانة حمراء كبيرة، ووقعت تلك الرمانة في بركة، فقصدها الذئب، فارتفعت في الهواء، ووقعت على بلاط القصر، فانكسرت، وانتثر الحب كل حبة وحدها، وامتلأت أرض القصر حبا، فانقلب ذلك الذئب ديكا لأجل أن يلتقط ذلك الحب حتى لا يترك منه حبة، ثم سمعنا صراخا على فارتجفنا، وبعد ذلك طلع العفريت وهو شعلة نار يفتح فمه يخرج منه نارا ومن عينيه نارا ومن أنفه نارا ودخانا، وخرجت الصبية وهي كالجمرة، فتقاتلا هو وإياها ساعة، ثم انعقدت عليهما النيران وانحبس الدخان في القصر، فخفنا وأردنا أن نغطس في الماء خشية من الحريق والهلاك، فقال الملك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا ليتنا ما كلفناها خلاص هذا القرد، حتى إننا أتعبناها هذا التعب العظيم مع هذا العفريت الملعون الذي ما تقدر عليه كل العفاريت الموجودة في الدنيا، يا ليتنا ما عرفنا هذا القرد، لا بارك الله فيه ولا في ساعته، قصدنا أن نعمل معه جميلا لوجه الله تعالى ونخلصه من السحر، فابتلينا بتعب القلب. أما أنا يا سيدتي فكنت مربوط اللسان لا أقدر أن أتكلم بشيء، ثم ما شعرنا إلا والعفريت قد صرخ من تحت النيران وصار عندنا في الإيوان ونفخ في وجوهنا بالنار، فلحقته الصبية ونفخت في وجهه فأصابنا الشرار منها ومنه، فأما شرارها فلم يؤذنا، ولكن شرارة منه وقعت في عيني فطمستها وأنا في صورة القرد، ولحق الملك شرارة منه في وجهه فأحرقت نصف وجهه ولحيته وحنكه التحتاني، وأوقعت نصف أسنانه التحتانية، كما وقعت شرارة في صدر الخصي فاحترق ومات من وقته وساعته، فأيقنا بالهلاك ويأسنا من الحياة، فبينما نحن كذلك إذا بقائل يقول: الله أكبر الله أكبر، وإذا ببنت الملك قد أحرقت العفريت، وإذا به قد صار كومة رماد، وأقبلت علينا الصبية وهي تكبر الله وقالت، فجاءوها بالطاسة فتكلمت عليها بكلام لا نفهمه، ثم رشتني بالماء وقالت: اخلص بحق الحق وبحق اسم الله الأعظم وارجع إلى صورتك الأولى. فانتفضت فإذا أنا بشر كما، ولكن ذهبت عيني، فقالت الصبية: الله يا والدي، ما بقيت أعيش، وما أنا معتادة قتال الجن، ولو كان من الإنس قتلته من زمان، وما بقيت إلا وقت تفرق حبوب الرمانة
والتقاط حبها ونسيت الحبة التي فيها روح الجن، فلو التقطتها لمات من ساعتي، ولكن ما علمت بالقضاء والقدر، فإذا هو قد أتى وجرى لي معه حرب شديدة تحت الأرض وفي الهواء والماء، وكلما كنت أفتح عليه بابا يفتح علي بابه، إلى أن فتح علي باب النار، وقليل من يفتح عليه باب النار وينجو منه، وإنما ساعدني عليه القدر حتى حرقته قبلي. وأما أنا فميتة والسلام. ثم نظرنا إليها وإذا بها كومة رماد إلى جانب كومة العفريت، فحزننا عليها وتمنيت لو كنت مكانها ولا أرى ذلك الوجه المليح الذي عمل معه هذا الخير يصير رمادها، لكن حكم الله لا يرد. فلما رأى الملك ابنته صارت كومة رماد، نتف بقية لحيته ولطم وجهه وشق أثوابه، وفعلت كما فعل، وبكينا عليها. فأقبل الحجاب أرباب الدولة فوجدوا السلطان في حالة العدم، وداروا حول الملك ساحة، فلما أفاق أخبرهم بما جرى لابنته مع العفريت، فعظمت مصيبتهم وصرخ النساء والجواري، وأقاموا المآتم 7 أيام. وقام الملك وأمر أن يبنى على رماد ابنته قبة عظيمة، وأوقدوا فيها الشموع والقناديل. وأما رماد العفريت فإنهم ذروه في الهواء إلى لعنة الله. ثم مرض السلطان مرضا أشرف منه على الموت، ودام مرضه شهرا. وبعد أن تعافى ونبتت لحيته طلبني وقال لي: يا فتى، قد قضينا زماننا في أهناء عيش آمنين من سائر نوائب الزمان حتى أقبلت علينا، ويا ليتنا ما كنا رأيناك ولا رأينا يوم مجيئك، فها نحن صرنا إلى حالة العدم بسببك. فأولا عذبت ابنتي التي كانت تساوي 100 رجل، ثم جرى لي من الحريق ما جرى، وعذبت أدراسي ومات خادمي، وقبل ذلك وبعده ما رأينا منك شيئا. فاخرج، اخرج يا ولدي من بلدي، وكفى ما جرى بسببك. كل ذلك كان مقدرا علينا وعليك، اخرج بسلام. وإن عدت ورأيتك أمرت بقتلك. فخرجت من عندي وما أوقن بالنجاة ولا أدري أين أتوجه، وخطر على قلبي ما جرى لي وكيف خلوني في الطريق وسلامتي منهم. ومشيت شهرا ودخلت في المدينة غريبا، واجتمعت بالخياط، ثم اجتمعت بالصبية تحت الأرض، وخلاصي من العفريت بعد أن كان عازما على قتلي، وما عبر قلبي من المبتدى والمنتهى. فحمدت الله وقلت بعيني ولا بروحي، ودخلت الحمام يا سيدتي قبل أن أخرج من المدينة، وحلقت لحيتي ولبست مسحا أسودا، وقصدت الحج، وفي كل يوم أبكي وأتفكر في المصائب التي جرت علي. وكنت دائما أذكر كيف فقدت عيني، وكل ما أفتكر فيما جرى لي أبكي وأنشد هذه الأبيات: تحيرت والرحمن لا شك في أمري، وحاطت بالأحزان من حيث لا أدري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر، سأصبر مغلوبا بغير توجع كما يصبر الظمآن في زمن الحر. ثم سافرت الأقطار
ووردت الأمصار، وقصدت دار السلام بغداد لعلي أتوصل إلى أمير المؤمنين وأخبره بما جرى لي. فوصلت بغداد يا سيدتي هذه الليلة، فوجدت أخي هذا الأول واقفا حائرا، فسلمت عليه وتحدثت معه، وإذا بأخينا الثالث قد أقبل علينا وسلم علينا، وهكذا بقينا نحن الثلاثة، فمشينا وما فينا أحد يعرف حكاية الآخر، فساقتنا المقادير إلى هذا الباب ودخلنا إليكم. عجيب والله عجيب. إن حكايتك غريبة، ملس على رأسك واخرج إلى حال سبيلك. يا سيدتي لا أخرج حتى أسمع حديث رفقتي. طيب وأنت أيها الرجل، تقدم واحكي حكايتك. أيتها السيدة الجليلة، ما قصتي مثل قصتهما، بل قصتي أعجب وأغرب، وهي سبب حلق لحيتي وقلع عيني. إن هذين جاءهما القضاء والقدر، وأنا جلبت القضاء بيدي والهم لروحي، وذلك أني كنت ملكا ابن ملك، ومات والدي وأخذت الملك من بعده، وحكمت وعدلت وأحسنت للرعية، وكان لي محبة للسفر وركوب البحر، وكانت مدينتي على البحر، والبحر متسع، وحولنا جزائر كثيرة عظيمة في وسط البحر، وكان لي في البحر 50 مركبا للمتجر، و50 مركبا أصغر للفرجة، 150 قطعة معدة للحرب والجهاد. فأردت أن أتفرج على الجزائر، فنزلت في 10 مراكب، وأخذت معي زاد شهر كامل، وسافرت 20 يوما. فلما كانت ليلة من الليالي هبت علينا رياح مختلفة، وهاج البحر علينا هيجات عظيمة وتلاطمت الأمواج، فيأسنا من الحياة ونزلت علينا ظلمة شديدة، وليس المخاطر بمحمود ونزلي. فدعونا الله تعالى وابتهلنا إليه، وما زالت الأرياح تختلف والأمواج تلطف، إلى أن انفجر الفجر فهدأت الريح وصفى البحر، وبعده أشرقت الشمس. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يتبع. وإلى اللقاء مع الحلقة 12. ألف لا